أنا اللي عجبني بالعمل بصراحة هو هذا التداعي الداخلي اللي هو فيه نوع من استعادة طريقة التربية الأولى بالحياة، وبعدين يوم أن الناس تتوزع بالعالم فبتصير هاي الأشياء تشكل ذكريات، في منها ذكريات إيجابية وفي منها ذكريات سلبية، بس اللي عجبني أكثر هو هذا الانتقاد الحقيقي للأشياء المحيطة فيه بوقت مبكر. أمل كبير بأنه العالم تقرأ وتحبه، هو بيشبه كل حدا فينا بنقطة معينة أو لا، فإن شاء الله تحبوه. من مبدأ دائما نحن كأشخاص نتمنى الخير للآخرين لحد معين ما يطف عننا، فلهيك دائما بعتبر كتير عليك يلي وصلك وقليل علي اللي وصلني أنا المينيموم يعني. حاسة في عفوية بالكتابة، عفوية وكتابة سهلة، وما في شك إنه في البلاغة والكلمات الصحيحة هيدي ممتازة ومعروفة إنه كان في تدقيق جيد وكلمات حلوة، وبعدين عم تعبر عن شخص، عن الإنسان هو بحد ذاته كيف عم يحكي عن حاله. ومعروف عنا إنه دائما هي يعني دائما طموحة ما بترضى إلا بالأفضل، فهي دائما بكل المناسبات الثقافية كان لها حضورها طبعا. وهي الرواية يعني أنا فاجأتني إنه صار لها سنوات عم تكتبها، أنا يعني نتيجة جهد سنوات طويلة.